نحن صبايا من بلدة بدنيل الكورة، حبينا نتطوع ضمن مشروع الفرز ضرورة لتنظف الكورة تنشارك معكم تفاصيل هيدا المشروع المنظم من البرنامج الدعم المجتمع المحلي بلبنان CSP والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لدم أكثر من 3 شهور من التريننج بكفتون لو وصلنا بتعبنا وجهدنا وجهدكم لبرمات البيوت. خلينا نسترجع معكم أهم أجزاء هيدي المسيرة. وبالآخر ما رح ننسى أن وقفتكم معنا ودعمكم إلنا هو أساس نجاح هذا المشروع.